بنصبح على حضراتكم وبنفكركم مرة تانية إن فعاليات مهرجان العالمين مستمرة بأشكالها المختلفة، سواء الرياضية أو الثقافية والعروض والحفلات، حفلات خاصة بالمطربين في مصر والعالم العربي، وأيضا الفعاليات الرياضية. خلونا نتتبع المشهد بتفاصيله مع دينا شرف. بنصبح عليك يا دينا، وانت متواجدة دلوقتي في العالمين. صباح الخير يا هبه، صباح الخير يا شادلي، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان، وتحديدا احنا النهارده في مدينه العالمين الجديده، المدينه الذكيه اللي بتتطور بشكل كبير جدا، المدينه اللي الناس كلها بتقول انها كانت ارض للالغام اصبحت الان ارض للاحلام. بنقضي عليها ليالي جميله جدا وفيها جميع الانشطه اللي بتناسب وبتراعي كل فئات المجتمع، من الاطفال للكبار لكمان الشباب، لان كمان بيكون في عندنا انشطه رياضيه وفي أنشطة كمان فنية وثقافية وغيرها بشكل كبير، أكيد هنكلم عنها بالتفصيل من خلال حلقتنا النهاردة. لكن خليني أقول لكم إن إحنا كمان هنا بتقدم خدمات صحية كبيرة جدا، وهو في شارع الخدمة الصحية اللي بتقدم عربات مجهزة لرعاية المواطنين، وكمان تقديم المبادرات الصحية الرئاسية، وأيضا كمان لعمل التحاليل والأشعة الخاصة مش بس لزوار وروادي مدينة العالمين الجديدة، لكن كمان للعمال الإيد الشقية اللي بتشتغل بكل حب هنا علشان نبني ونعمر مدينة العالمين الجديدة. امبارح بالتحديد كان في حفل اسطوري كبير جدا، كان في اجواء حماسيه وكان في فرحه وكان في شباب كانت بتتنطط من كتر الفرحه مع الفنان نجم الجيل تامر حسني. تامر حسني امبارح كان قدم حفله ممتعه جدا لكل الشباب وللكبار ايضا وللاطفال كمان، قدم من خلالها حاجات كتيره جدا، وخاصه كمان قدم مجموعه من المواهب الشابه اللي بيبعتوا له دايما، يعني هو بيدعم المواهب الشابه. كمان هو استغل اليو ارينا ومسرح اليو ارينا والتقنيات الحديثة اللي موجودة عليه، وقدم لنا عروض فنية كبيرة جدا بتقنيات كبيرة كمان وممتعة للغاية لكل الحاضرين. فعلا مصر كلها كانت بتتكلم عن حفل تامر حسني بالأمس، لأن هو كان حفل رائع فوق الغاية، كل الأغاني اللي كل الناس بتحبها فعلا هو قدمها لهم امبارح في حفل كبير جدا. لكن ما تنسوش ان النهاردة عندنا صاحبة السعادة، وبصحبتها كمان هيكون فرقة المصريين بقيادة المايسترو هاني شنودة في المسرح الروماني بالمدينة التراثية. عندنا فقرات كتيرة جدا، وعندنا كمان فعاليات كثيرة يومية في مدينة العالمين الجديدة، لؤلؤة البحر المتوسط. صباح الخير يا مصر، وصباح الخير من العالمين الجديدة.